السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المتابعين والأصدقاء والأحباب. اليوم من هذه الاستراحة حان الآن وقت العشاء. سفير المغتربين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم مجموعة من الشباب في إحدى الاستراحات في الرياض. هسمع بالله عليك هسمع. أفضل. لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم مجموعة من الشباب في إحدى الاستراحات في الرياض. اجتمعنا نحن والشباب شوية وحبينا نتعارف نحن وياهم، وكان يوم رائع وجميل. أعطني بالله الكاميرا. جينا من الشباب يا شيخ علي. الله يزيد. طبعا هذا الشيخ عبد الله النهيدي. الشاب مش الشيخ. طبعا الشاب. الشاب يا أخي الشيخ علنا يا شيخ. السلام. الله يسعدك. هذا الشيخ عبد الله يعني صراحة لنا فترة منه. ويسعد الله أننا نحبه في الله. مع هذول على مع هذول. الكاتر. يلا. فار. على أنا معنا معنا شكت. يا أخي إيش هدفه هدفه؟ الأخ عادل. الله يسعدك عادل. طب. شش ما شاء الله الأول الثاني. ما لمسة يد لحظة الله. الهدف الأول ها طبعا المعروف لا يعرف أبو خطاب. أعطينا ابتسامة لو سمحت أبو خطاب. الله يسعدك والله. نشوف تعليقات الفيسبوك كيف تكون النتيجة. كيف حالكم يا شباب؟ طيبين؟ بالعافية بالعافية عليكم. صراحة بعد السباحة وبعد. أوه شباب! العبوا العبوا بالاشتراكات واللايكات والحركات. أيوة أيوة. إيش رأيكم؟ حاولوا توصلوا لنا 10,000. 10,000 متابعة. 10,000 قلنا في 50. 10,000 لايك. 10,000 لايك. للمقطع هذا بس؟ لا هذا المقطع. 10,000 لا يكفي 1000 يكفي. حاضرين. ومعنا هنا الشيخ علي بن سعيد العلواني. الله يسعدك يا شيخ علي. فرصة سعيدة والله. لا 10 هذا. لا فارس. والله جميل. حقيب الاستراحة هذه. والله. ما شاء الله تسبحوا صح؟ تسبحوا. لا في كثير من الشباب يعرفوا يسبحوا. هنيئا على قلوبكم والله. فرصة سعيدة ان الواحد يريح نفسه وعائلته يوما. الله يسعدك. يوما حتى في الدهر ولا لا يا شيخ علي؟ نعم هذه. الله يسعدكم والله. هذا صاحب الهدف الاول. الله 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 الله. ما شاء الله ضو حزين وانت حزين زين. انت يا شيخ عادل الابتسامة هذه اخذ تسوى الدنيا. الله يسعدك. الله يسعدك حياك الله. ابو خطاب كم؟ 8-7 لنا ولا لهم؟ لنا. عادل كيف؟ لمن؟ عادل؟ هذا مهزوم. علي علي اخو مطاوعه. هذا مهزوم. اخو مطاوعه علي. شفتم هدف لي من اخر الدنيا؟ هدف. احمد شاهد شوف. احمد شاهد. حاسم حوس. ايش هذا؟ الهدف الاخير. الحين بدات المشارعة على الكابتن هذا. شوف بالله عليكم. براك جيدة. حلوة والله مرة. احمد النقاش على شدة يا اخي. مباراة حماسية وباذن الله هزمناكم. كم 6-4 مهزومين باذن الله. عليك يا احمد صلى على النبي. ابو متعب شاهد. ابو متعب شاهد ما عليك. كيف حالك؟ من المهزوم نحن ولا هم؟ لا هم المهزومين. ايوه اهم شيء. نورنا الاستاذ عبد الله النهيدي. الله يسعدك يا شيخ عبد الله. الله يحفظك. المنا هزمناهم 14-7. هذا ابو خطاب دائما ابو كم 16-7 هزمناهم 7-7 هزمناهم. ها اشهد هزمنا خالد ابو خطاب ودعن. وانت يا شيخ عادل الابتسامه هذه اخذت سوى الدنيا. الله يسعدك ابو خطاب. 14-7 ما اصدق شيء. كم يا ابو خطاب؟ 8-7 هزمناهم. 8-7 هزمناهم وتحداهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميع المتابعين والاصدقاء والاحباب. اليوم من هذه الاستراحة الرائعة في الرياض علموا أبنائكم السباحة والرماية
وركوب الخيل. فمن لم يتعلم السباحة لربما يأتي يوم ويغرق. تعلم السباحة، علم أولادك، أخرجوا لكم، استعدوكم استراحة وعيشوا حياتكم. الدنيا بخير. يا عادل يا أخي ده دائما محانك يا جماعة خير، خاف الله. راجعوا، كل ما أقول له فاول قال لا. أحمد إيش رأيك؟ لبست يد. إيش رأيك؟ هذا الحارس حقهم، حارس فاشل. شعورك وانت تهدف اول مره؟ هدف عالمي ولا ميسي حتى سجل. 94.6 من 5 ما يحتاج، ما يحتاج. شعورك وانت تتلقى الهدف؟ هو امانه اللي جابه. انا كم سجلت طويل بس. شوف شوف النجم كم سجلت؟ سجلت 8. لا 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 7. في الحاله 8. ها كيف يا فارس؟ حلو، هذا المسبح غريق اللي عندك، وهذاك مش غريق حق نام. المباراة تقريبا 4 ساعات، منها 4 ساعة عشاء، وبرجع للفجر. للفجر أحلى حاجة إنها مباراة للفجر 4 ساعات، الشوط الأول ساعتين والشوط الثاني ساعتين ونص ساعة عشاء. الآن وقت عشاء يا أبو خطاب. الآن وقت عشاء عادي، قد عشاء عاده مغلف. ما أن ما يجوز شيء تصوير مع عشاء لا مفتوح ولا لا مغلف؟ يجوز ولا لا شيخ علي؟ واحلى حاجه ان فيها محانقين مثل خطاب ابو خطاب وذي مسكين يا رجال. اخي اخي ذا ضدك ليش؟ لا رد علي. هزمنا لكم 8-7. اي فعلا انا الحكم. اسمع انا الحكم. هزمتوني كم؟ 7-8 واحد لحاله جاب 8. لا 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 لا, لا. بحلف. اسمع اللي بيحلف على الختمه يفوز له. يا اخي الدكتور عبد الله وين هرب؟ أنا الآن وقت العشاء. سفير المغتربين في الرياض. هسمع بالله عليك، هسمع. أفضل عنيب من تحت عادك كمان. يلا فارسة. يلا واحد. اثنين ثلاثة. خلاص مقلوبة. شفتوا اللي صلع أبوي؟ أغطس. اتصل على أخي يا بابا. مشاهدينك بيقعوا زملاء. لا غطست، لا غطست. مشاهدينك بيقعوا زملاء. أنا الآن وقت العشاء. سفير المغتربين في الرياض. هسمع بالله عليك، هسمع. أفضل عنيب من تحت عادك كمان. أيوه كمل كمل. أيوه كمل. من أفضل ومن أحسن يدي القرارات للمغتربين، دائما هو يدعمكم المغتربين. لا تنسونا من الاشتراك القناة واللايك. أيوة. ودعم القناة والتعليق والمشاركة. أخي بالحين قلنا لكم. المهم الآن وقت العشاء شباب، نشوف أبو خطاب وش معه بإذن الله. أبو خطاب السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يدعم القناة ونستمر في كل جديد. فارس واو ما حصلت والله انك قوي. على جنب عيشيكم. والله كلها صورتك يا اخي. ما يجوز ولا ايش؟ ما يجوز ولا ايش؟ فش ولا ما تباش مع شيء يظهر يا اخي. نعمه ما باش. صح صح ما بتصورش من نعمه. صورك انت يا اخي. لا صورني شيء. اقول لا صل على النبي. كيف السباحة اليوم؟ سباحة حلوة والله ورائعة.